الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع منه الجد ما ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله باب فضل صلاة الجماعة، خصص على صلاتين وهما صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذلك لأن صلاة الصبح وهي صلاة الفجر وصلاة العشاء كان أهل النفاق يتثاقلون هاتين الصلاتين، وذلك لأن هاتين الصلاتين تكونان في وقت الظلمة، فالمنافق لا يحتاج إلى أن يخرج إلى هاتين الصلاتين، بخلاف صلاة الظهر والعصر والمغرب فإنه يحتاج إلى الخروج حتى يرى أنه يصلي، ولكن في الظلمة لا يرى مكانه ولا يعرف من غاب ومن حضر. فلذلك كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين من بقية الصلوات، ولذلك جاء الحث على هاتين الصلاتين من النبي صلى الله عليه وسلم وما فيهما من الأجر العظيم والثواب الجزيل. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وهذا فضل عظيم وثواب كبير من الله سبحانه وتعالى لمن صلى هاتين الصلاتين جماعة. فمن صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، يعني في الأجر والمثوبة، تصلي 10 دقائق 9 دقائق تزيد وتنقص قليلا ويكتب لك كأنك قمت نصف الليل، وإذا صليت الفجر في جماعة كأنك قمت الليل كله. وهذا في الجزاء والثواب وليس في الإجزاء. فليس معنى ذلك أنك إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة أنك لا تقوم الليل، لا، تقوم الليل وتصلي الليل، لكن هذا في الأجر والثواب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة سورة الإخلاص، أنها تعدل ثلث القرآن. فمن قرأ سورة الإخلاص 3 مرات كأنه قرأ القرآن كاملا في الثواب والجزاء وليس في الإجزاء. ولذلك لو اقتصر الإنسان بالصلاة على قراءة سورة الإخلاص لم تجزه عن الفاتحة، فهي في الثواب وليس في الإجزاء. فكذلك صلاة العشاء صلاة الفجر في جماعة ثوابها وجزاؤها كأنك قمت نصف الليل والليل كله، ولكنها لا تجزى عن قيام الليل. فهذا فضل عظيم وثواب جزيل وترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة في صلاة العشاء والفجر خصوصا. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. هذه الرواية تفسر الحديث السابق، الحديث الذي رواه مسلم، قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فالحديث قد يفهم بأن من صلى الفجر في جماعة من دون أن يصلي العشاء في جماعة كأنه قام الليل كله، لكن رواية الترمذي فصلت هذا المجمل، فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة، يعني قيام ليلة كاملة، أجر قيام ليلة كاملة أن تصلي العشاء والفجر في جماعة. فإذا صليت إحداهما في جماعة كان لك أجر نصف الليل، فإذا جمعت بينهما في جماعة كان كقيام الليل كله. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة المراد بها العشاء، لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، وقد سبق الحديث بطوله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أيما ترغيب في إتيان هاتين الصلاتين، لو يعلمون ما فيهما يعني من أجر المثوبة لأتوا إليهما ولو حبوا، يعني لا يستطيعون أن يمشوا فيحبون إليها حبوا لتحصيل ثوابها وأجرها. قال وعنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وقد ذكرنا العلة في كون صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل على المنافقين، لأنها في وقت الظلمة والمنافق لا يحتاج إلى الخروج إليها، بخلاف صلاة النهار وصلاة المغرب، لأن الناس يرونه فيريد أن يرائي بعمله. أما في الليل فإنه لا يحتاج إلى المراءة، لأن الناس لا ينظرون له. فلذلك كانت هاتين الصلاتان أثقل على المنافقين. فينبغي الحرص على صلاة الجماعة، وخصوصا صلاة العشاء وصلاة الفجر، لما فيهما من الأجر والمثوبة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.